السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورد قبل قليل بتاريخ 15 شوسمبر 2021 مذكرة وزارية هدفها هو تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي الحالي 2021-2022، والتي تحمل عدة مستجدات من أجل تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات. فحسب هذه المذكرة سيتم إحداث نمط جديد بالنسبة لفروض المراقبة المستمرة، فبالإضافة إلى الفروض الصفية التي تجرى عادة في كل أسدوس على الأقل فردين للمراقبة بالنسبة لكل مادة من المواد المدرسة، سيتم إضافة فروض موحدة على صعيد المؤسسة بالنسبة لجميع المستويات الدراسية ما عدا المستويات الإشهادية. بالنسبة للأسدوس الثاني سيتم اعتماد الامتحانات الموحدة الإشهادية. ويوضح هذا الجدول المواد المعنية بفروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة التعليمية لكل الأسلاك التعليمية. وستجرى هذه الفروض الموحدة كما تجرى عادة الامتحانات الإشهادية خلال مراحل إعدادها وإنجازها وتصحيحها. كما أن المذكرة أشارت إلى كيفية احتساب المعدل اعتمادا على هذا النمط الجديد في المراقبة المستمرة. فبالنسبة للمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية، يعني المستويات غير الإشهادية، فعند حساب المعدل السنوي للمراقبة المستمرة تحتسب المراقبة المستمرة الصفية بنسبة 50%، وكذلك المراقبة المستمرة الموحدة بنسبة 50%، سواء بالنسبة للأسدوس الأول أو الأسدوس الثاني. أما بالنسبة للمستويات الإشهادية للأسلاك التعليمية، فبالنسبة لشهادة نهاية الدروس الابتدائية كما يظهر في هذا الجدول التفصيلي، فتحتسب نتائج المراقبة المستمرة الفصلية والموحدة على صعيد المؤسسة بنسبة 75%، وتحتسب نتائج الامتحان الموحد الإقليمي بنسبة 25%. المراقبة المستمرة الفصلية تجرى كالعادة في كل المواد المدرسة، أما الفروض الموحدة التي ستجرى في الأسدوس الأول فتخص مادة اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات والنشاط العلمي، واللغة الأمازيغية. أما الامتحان الموحد الذي سيجرى في نهاية الأسدوس الثاني فسيمتحن التلاميذ في مادة اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات والنشاط العلمي. كما يظهر بوضوح فهذا الجدول يضم معاملات هذه المواد. أما بالنسبة لشهادة نهاية السلك الإعدادي فتحتسب نتائج المراقبة المستمرة الفصلية والموحدة على صعيد المؤسسة بنسبة 50%، وتحتسب نتائج الامتحان الجهوي الموحد أيضا بنسبة 50%. تجرى فروض المراقبة المستمرة الفصلية في جميع المواد المدرسة، أما فروض المراقبة المستمرة الموحدة التي ستجرى خلال الأسدوس الأول فتخص مادة اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، علوم الحياة والأرض، والعلوم الفيزيائية. وبالنسبة للامتحان الموحد الجهوي الذي سيجرى في نهاية الأسدوس الثاني فكالعادة يخص مادة اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، علوم الحياة والأرض، والعلوم الفيزيائية. أيضا معاملات هذه المواد واضحة في هذا الجدول حسب كل مكون. أما بالنسبة لامتحان نيل شهادة البكالوريا فيحتفظ بنفس المكونات بأوزانها المحددة له طبقا للقرار المنظم لهذا الامتحان، وهي كالتالي 25% لمكون الامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا، و 25% للمراقبة المستمرة للسنة الختامية للسلك، و 50% للامتحان الوطني الموحد. على أن يتم إلحاق بهذه المذكرة جدول تفصيلي خاص بسلك الثانوي التأهيلي.